كسور الروح العشرية. أن أموت حبا فكرة مغرية، أمام الموت بطلقة كره أو قصدا بنيران صديقة. لن أموت عليك، سأضحي بعشرك حيا، خوفا على نوعنا العراقي وهو ينقرض. الأطياف التي تكره الألوان في بلدي تختصب الشوارع لتخلف الأموات، ولأنني حبلى بمقابر قديمة لن أجد لحدا ليحبل بي. فأين ستضع وردة؟ أين ستضع وردة؟ دع عشرك حيا، فمتى ستقرأ الشاهد إذا تقاطع وقتك مع شظية؟ النص الخامس، مقاطع قصيرة. أكل هذا الحزن لي؟ ترويض الجرح كترويض الأجراس بالسكوت، عبث عبث. المقطع الثاني، هذا الغضب وديع لدرجة أننا لم نعد نغضب من حضوره. المقطع الثالث، جهلنا ببعضنا طراز معماري معقد لا ينهدم إلا إذا فنينا. تراجع تراجع، أترى كل هذه الثلوج؟ تحتها مراصد جسدي ستتكسر. المقطع الخامس، ليتنا نبقى نحن حين نقر بما في الظل. ليتني لست من لحم ودم كي أسمعك وأنسى. ليتني أزيل هذا الثقل بقرار، قرار نظرتنا الأولى. المقطع السادس، يمكن عندما تودعنا المراكب نبكي على المفترق حتى آخر دمعة، نسمع الأغاني الحزينة، وحين نستهلك الأدوات ندعي النسيان، ولكننا نكون قد انتهينا. شوية أغير جو الكآبة.